مرحبا، معكم سندس طلافحة مديرة موقع سطور. انطلاقا من رسالتنا في تقديم المعلومة الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة وعلى ألسنة المختصين، اليوم على غير العادة حبينا نجمع لكم جزء من فريقنا الطبي ليحكوا لنا عن أهم الخرافات اللي عم تطلع بالوسط عن موضوع كورونا. مرحبا من جديد، معنا دكتورة شاهد الفاعوري باحثة في المحتوى الطبي، ومعنا دكتورة يارا النسيم مدققة في المحتوى الطبي. أهلا وسهلا صبايا. يارا، بداية بدي أسألك سؤال عن الخرافات اللي عم تنتشر عن كورونا. بداية الناس عم تحكي إنه مجرد ما يطلع الصيف أو مجرد ما يطلع الربيع ترتفع درجات الحرارة كورونا رح يختفي أو رح يضل موجود ولكن بتأثير قليل جدا شبه معدوم. فهل هذا الإشي إحنا نعتبره خرافة ولا هو حقيقة ورح يكون؟ فعلا أنا سمعت كثير عن هاي المعلومة بين الناس منتشرة، بس هاي المعلومة هي أشبه بالخرافة، لأنه حسب CDC اللي هي مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، نشروا إنه فيروسات الرشح والإنفلونزا بشكل عام بالفصول الباردة اللي هو فصل الشتاء الأشهر الباردة بيكون انتشارها أسرع، لكن فيروس كورونا كتحديد أو على وجه الخصوص لحد الآن ما طلع في معلومات أبداً إنه بينتشر أو بتوقف انتشاره بالصيف أو بالشهور يعني المعتدلة حرارياً أم لا. تمام. طيب شاهد، احنا عم نسمع بانه كله توم كتير، كتروا من التوم، اي اشي في طعامكم كله دخلوا فيه التوم لانه التوم بيحمي كتير او اذا مش بيحمي بيعالج الكورونا. مدى صحة هاي المعلومة ومدى تطبيقها على ارض الواقع؟ هل عن جد العالم عم بتطيب من التوم؟ هلا احنا كلنا بنتفق انه هو من الاطعمة الصحية وفيه كتير خصائص مضادة للميكروبا، ولكن لحد الان ما في دراسة بتربط بين تناوله او بين وضعه بالطعام وبين انه ممكن يكون كأحد الطرق الوقاية او العلاج من فيروس كورونا. طبعا هاي حسب الدراسات اللي رجعنا لها بمنظمة الصحة العالمية. تمام، اذا لا شيء يثبت لحد الان بانه التوم او الثوم يقي أو يعالج على وجه التأكيد من كورونا لحد الآن حسب الدراسات المنشورة، ما في أي شيء بيثبت ذلك. تمام، من طرق الوقاية الرائجة بين الناس حاليا اللي هي موضوع رش الجسم بالكحول أو الكلور كطريقة وقاية من الكورونا. إيش تعقيبك على هاي الطريقة ريارة، وإيش برأيك، هل هي عن جد مجدي وهل عن جد الناس لازم تتجه لهاي الطريقة في حماية أنفسها من الكورونا؟ حسب المعلومات اللي قرأناها أو اللي طلعتها منظمة الصحة العالمية في الموضوع هذا، بأن رش الجسم بالكحول أو بأي معقم كان ما بيفيد أبداً في الحد من انتشار الفيروس أو بعدم الإصابة بالفيروس، لأنه لو لا سمح الله كان في إصابة فالفيروس داخل جوا الجسم، بالتالي أي شيء خارج الجسم رح يهيج العين، رح يهيج الأغشية المخاطية، رح يضر الملابس في الجلد وما له أي تأثير في مناعة الفيروس. الجزئية الأهم من حوارنا هذا موضوع المضادات الحيوية. الناس شاهد عم تطلع عليها أعراض إنفلونزا سواء الكورونا أو أي إنفلونزا عادية مباشرة، خوفا من فكرة الحجر الصحي، خوفا من التوجه لدور الرعاية الصحية. ممكن في ناس ما عندها مرض بتحكي لك إنه أنا ممكن أروح ألقط مرض من المستشفيات، فبيتجهوا لأنهم يأخذوا المضادات الحيوية من رأسهم ويعتقدوا بأنه بهذا الإجراء رح يعالجوا أنفسهم ويحموا أنفسهم من كورونا. إيش تعليقك على هذا الإجراء وإيش برأيك، هل هو إجراء صحيح وسليم ولا إجراء خاطئ؟ هلا حسب الـ WHO منظمة الصحة العالمية، الكورونا من الفيروسات وإحنا بنعرف إنه المضادات الحيوية بتكون فعالة ضد البكتيريا، فبالتالي أخذنا للمضادات الحيوية ما رح يحمينا ولا حتى رح يعالج فيروس الكورونا أو يقتل فيروس الكورونا، لأنه يعني فقط فعال ضد البكتيريا. فبالتالي هذا من الممارسات الخاطئة اللي بتكون فيها الناس ممكن تعملها من الخوف أو يعني من باب أخذ الحيطة، بس هو ما رح يفيدهم للأسف لأنه الكورونا هو من الفيروسات. واحدة من أهم العادات اللي عم بتصير عند الناس نتيجة انتشار موضوع كورونا هي إغلاق نوافذ البيوت وإغلاق نوافذ السيارات خشية من انتقال الكورونا عن طريق هبة الهواء أو هبة الرياح. إيش تعقيبك يا رعا هذا الموضوع، وإيش الحقائق بهذا الموضوع، إيش الخرافات؟ بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية حسب ما أصدرت معلومات بأنه الفيروس ما بينتشر عن طريق الهواء أبداً، وإلا ما كان في داعي لكل الإجراءات اللي اتبعناها، إنما الفيروس بيكون على الأسطح، بيكون في الرذاذ عندما لما نسعل أو لما نلبس،
عدا عن ذلك هو ابدا ما بينتشر في الهواء. بخصوص مجففات الايدي، في كثير ناس بتفكر لانها بتبث لهم هواء ساخن على ايديهم، فهي مجرد ما غسلوا ايديهم حطوا ايديهم تحت مجفف الايدي، هذا يكفي انه يقضي على الفيروسات الموجوده على ايديهم من ضمنهم فيروس كورونا. فايش رايك بهذا الموضوع؟ ايش راي العلم بهذا الموضوع شاهد؟ هلا احنا لازم اكيد نهتم بنظافه الايدي ونهتم بغسل الايدين كثير منيح، ولكن حسب منظمه الصحه العالميه WHO ما في اي دراسه لحد الان بتبين انه استخدام المجففات حتى اللي فيها شوي درجه حراره عاليه ممكن انها تقضي على هذا الفيروس. فممكن انه احنا نستخدمه من باب النظافه، من باب يعني نتجنب انه يوصل لنا هذا الفيروس، ولكن هو ما بيقتلها بشكل مباشر. وبالنسبه للاير دكتور، انا مش فاهمه ايش هو الاير دكتور بالضبط، لايش الناس تستعمله، وهل عن جد بياثر على موضوع كورونا، بيقتل فيروس كورونا؟ كتير ناس حاليا عم تستخدم الاير دكتور، هو عباره زي كماده تتفاعل بتعمل على اطلاق ماده معقمه للبيئه اللي احنا بنكون موجود فيها، ولكن للاسف برضو لحد الان ما في اي دراسه بالدبليو اتش او بتبين انه ممكن يكون فعال فعلا ضد فيروس الكورونا. بالنهاية بحب أشكر دكتورة شهد ودكتورة يارا على معلوماتهم القيمة اللي أعطونا إياها، ولازم يا جماعة دائما ناخذ معلوماتنا الطبية ومعلوماتنا الصحية من منظمات الصحة العالمية والجهات الموثوقة والجهات الرسمية والحكومية، حتى نضل دائما بصحة وخير. تضلوا بسلامة، والسلام عليكم.